حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. سجلت أسعار صرفي الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي انخفاضا طفيفا في أسواق بغداد وأربيل. مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجل الدولار 1522 دينارا، فيما سجل الدولار يوم الخميس الماضي 1526 دينارا. وفيما يخص أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، سجل الدولار 1532 دينارا للمبيع و 1512 دينارا للشراء. وفي أربيل سجل الدولار في محال الصيرفة 1533 دينارا للبيع و 1532 دينارا للشراء. سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط خسائر طفيفة خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 93 سنتا لأصل إلى 69 دولارا و47 سنتا. سجل خسائر أسبوعية بلغت 10 سنتات. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 63 سنتا لأصل إلى 72 دولارا و62 سنتا. وسجل خسائر أسبوعية بلغت 10 سنتات. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار توقيع اتفاقية جديدة بين شركة النفط التركية وهيئة البترول الصومالية، يتم من خلالها التنقيب على النفط والغاز في الصومال. وقال بيرقدار إن السفن التابعة لقيادة القوات البحرية التركية سترافق سفينة الرئيس عروج خلال مهمتها التاريخية في الصومال. أعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية جديدة بين شركة النفط التركية وهيئة النفط الصومالية. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا من أن الاقتصاد العالمي بات يواجه خطر الوقوع في مسار نمو اقتصادي منخفض وارتفاع في الديون، مما يضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الموارد اللازمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جورجيفا في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث أشارت إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حرج إذ تخيم الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة على النقاشات، وسط توقعات بأن تؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض لسياسات تجارية حمائية جديدة وزيادة في الديون الأمريكية بمليارات الدولارات. ولأن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. والموجز الاقتصادي بأمان الله.